قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. يفتح يقضي، كلمة يفتح معناها يقضي. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، يفتح بيننا يقضي بيننا بالحق، وهو الفتاح العليم. ومنه قوله تعالى أو قول شعيب عليه السلام: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي اقضي بيننا وبين قومنا بالحق. فعلى ذلك بعض الناس يكتبون في مقدمة الدفاتر: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ينزلونها غير منزلتها، إنما معناها افتح اقضي. ومنه قول الله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تطلبوا القضاء بينكم وبين رسول الله يا أهل الكفر فقد جاءكم القضاء. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، ونحوه: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا طلب الفتح، طلب القضاء بينهم وبين رسول الله، طلب القضاء بينهم وبين رسول الله، هذا معنى الاستفتاح، أن تطلب الفتح أي تطلب القضاء بينك وبين شخص، تطلب من الله أن يفتح بينك وبين هذا، أن يقضي بينك وبين هذا. وقد تحتمل المعنى الآخر: افتح بيني وبين، افتح القلب لي وقلبي له وقلبه لي، قد تحتمل هذا إذا دلت قرائن على هذا، فإن كلمة الفتح تحتمل أكثر من معنى، ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة. قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. كان من استفتاح القرشيين على ما ذكره أهل السير أنهم قالوا: اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، يعني يقولون عن رسول الله أنه الذي جاء يقطع الأرحام، وهم في الحقيقة هم الذين قطعوا الأرحام، فاستفتحوا طلبوا من الله القضاء فكان القضاء عليهم ولم يكن القضاء لهم. هذا وقد ورد عند واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، أن بعض الناس من أمير ظالم من أمراء بني أمية كان يفهم الآية فهما، أو كان يفعل ما قد يفعله بعض الناس الآن، يقول: أفتح المصحف فتحا عشوائيا وأنظر عيني ستأتي على أول آية، فإن جاءت عينه على آية فيها رحمة تفائل، وإن جاءت عينه على آية فيها عذاب تشاءم. وهذا كله ليس له مستند، ليس له مستند، بل وقد يدخل في التطير. المهم يذكرون أن هذا الأمير فتح المصحف فوقعت عينه على قوله، وكان ظالما، فقال: وقعت عينه على قوله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فقال: أتوعدني وأنا الجبار العنيد؟ وألقى بالمصحف، فما مرت أيام إلا وأهلكه الله، إلا فالله أعلم بصحة هذا الأثر، لكنه موجود. وليس المراد أبدا أنني أفتح المصحف بعد أفتح المصحف وعيني تنظر إلى آية من الآيات تكون هي نصيبي، ما ورد شيء يفيد ذلك، ولا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وكانت ثمة خرافات أحيانا تحدث في الأوساط المسلمة أيام الكربات،
في أيام حرب 67 تخرج إشاعات تقول افتح المصحف ستجد شعرة في المصحف دليل على النصر. ده كل هذا تخاريف ليس لها مستند لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.